السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مراجعة ليلة الامتحان في التاريخ. هنبدأ مع بعض. المراجعة تبقى عبارة عن أسئلة زي بنك معلومات أو بنك أسئلة عن كل سؤال بيجي في الامتحان. أولا هنبدأ مع بعض بأهم الشخصيات. أهم الشخصيات بتيجي في الامتحان بطريقة لمن تنسب الأعمال الآتية، ممكن تيجي ضاع علامة صح أو خطأ، وممكن تيجي اختر الإجابة الصحيحة. أول شخصية عندنا الملك فاروق. الملك فاروق طبعا هو ملك مصر الذي أجبرته قوات الاحتلال البريطاني على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء. والملك فاروق هو الذي ترك حكم البلاد بعد ثورة يوليو 1952 وتنازل عن حكم البلاد لابنه أحمد فؤاد الثاني. الشخصية اللي بعدها اللواء محمد نجيب، وهو أول رئيس لجمهورية مصر العربية. الشخصية اللي بعدها جمال عبد الناصر، وهو مؤسس تنظيم الضباط الأحرار. ندخل بعد كده على محمد أنور السادات. محمد أنور السادات أعماله كتيرة شوية عندنا. أول حاجة السادات هو الذي أذاع البيان الأول للثورة، وهذا البيان كان باسم اللواء محمد نجيب. السادات تولى رئاسة الجمهورية بعد وفاة جمال عبد الناصر، ومن أهم أعماله أيضا أنه أصدر الدستور الدائم 1971، وأعطى إشارة بدء حرب أكتوبر 1973، وقام بزيارة إسرائيل 1977 من أجل السلام، ووقع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. رقم 5 محمد حسني مبارك، قائد أول ضربة جوية في حرب أكتوبر 73، وطبعا تولى رئاسة الجمهورية بعد اغتيال السادات. محمد حسني مبارك تخلى عن الرئاسة بعد ثورة 25 يناير 2011. محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، طبعا تولى حكم البلاد بعد الانتخابات التي قامت بعد ثورة 25 يناير، وتم عزله يوم 3 يوليو بعد ثورة 30 يونيو 2013. عدلي منصور هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تسلم حكم البلاد بعد عزل الرئيس محمد مرسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة البلاد بعد انتخابات 2014 التي قامت بعد ثورة يوليو 2013. رقم 11 روجرز. وروجرز هو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي قدم مبادرة روجرز أثناء حرب الاستنزاف لوقف إطلاق النار. نركز في الشخصيات اللي جاية دي 12 و13 و14 و15، لأن لازم شخصية منهم بتيجي في الامتحان. أول شخصية عندي الفريق عبد المنعم رياض، وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف، واستشهد طبعا خلال الحرب. المشير أحمد إسماعيل طبعا من أبطال حرب أكتوبر 73، تولى القيادة العامة الموحدة للقوات المصرية والسورية، طبعا كان وزير الحربية وكان قائد القوات المسلحة، وهو اللي تولى التخطيط والتنسيق على الجبهة المصرية والجبهة السورية. كان في خطة اسمها خطة الخداع. المشير أحمد إسماعيل هو قائد خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية، وطبعا حصل على وسام نجمة سيناء وهو أعلى وسام عسكري. الفريق سعد الدين الشاذلي، اختاره الرئيس السادات ليكون رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة 1971، يعني قبل الحرب. طبعا شارك مع العسكريين في وضع خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، وتم تكريم اسمه في الذكرى 39 لحرب أكتوبر بمنحه قلادة النيل العظمى. الفريق محمد عبد الغني الجمصي، أثناء حرب أكتوبر كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والهيئة دي هي اللي اختارت أنسب التوقيتات للحرب، وبعد الحرب أصبح رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة سنة 73. نستنتج من اللي فات إن إحنا عندنا ثلاث شخصيات تولوا منصب رئيس الأركان: عبد المنعم رياض رئيس الأركان في حرب الاستنزاف، سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان أثناء حرب أكتوبر، محمد عبد الغني الجمصي رئيس الأركان بعد حرب أكتوبر. هندخل بعد كده الشخصية اللي بعدها الرئيس جيمي كارتر، وهو طبعا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي دعا السادات ومناحم بيجن إلى عقد مؤتمر في كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كده هندخل لجزء أهم المقارنات.
ومش شرط عشان احنا جايبينه في المراجعه مقارنه ان هو يجي في الامتحان مقارنه، لا احنا بنجيب المقارنه عشان هي بتلم احداث كتير في مكان واحد، ولكن في الامتحان ممكن ياخد جزء من المقارنه يحطه مثلا بما تفسر، ما النتائج، ماذا يحدث اذا. اول حاجه ثوره 23 يوليو 1952، عوامل قيام الثوره. ممكن هنا يقول لي بما تفسر قيام ثوره يوليو 52، بنقولها ازاي؟ رقم واحد استمرار الاحتلال، اثنين هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين، ثلاثه فساد النظام الملكي، اربعه عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه، خمسه تدهور الاحوال الاقتصاديه، وسته تدهور الاحوال الاجتماعيه. وزي ما اسباب الثوره سته فاهداف الثوره ايضا سته. اهداف الثوره السته ثلاثه بيبداوا بكلمه القضاء على، وثلاثه بيبداوا بكلمه اقامه. طبعا القضاء على الاستعمار، القضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار، اقامه جيش وطني قوي، اقامه عداله اجتماعيه، اقامه حياه ديمقراطيه سليمه. انجازات ثوره يوليو 52، ثوره يوليو كان ليها انجازات في المجال السياسي، المجال الاقتصادي، وفي المجال الاجتماعي، وفي المجال العربي، وفي المجال الدولي. اولا الانجازات في المجال السياسي، هنقول الغاء دستور 23 وحل الاحزاب السياسيه، والغاء المالكيه واعلان الجمهوريه، وطبعا اول رئيس جمهوريه كان اللواء محمد نجيب، وتوقيع اتفاقيه الجلاء اكتوبر 54 التي نتج عنها رحيل قوات بريطانيا عن مصر 18 يونيو 56 اللي هو عيد الجلاء، واخر انجاز سياسي تاميم شركه قناه السويس. الانجازات في المجال الاقتصادي لازم نقسمها لزراعه، صناعه، تجاره. اولا في مجال الزراعه الثوره قامت باستصلاح الاراضي الصحراويه وانشاء السد العالي 1971. في مجال الصناعه الثوره انشات مصانع زي مصنع الحديد والصلب في حلوان، مصنع الاسمده في اسوان، الاهتمام بالتعليم الصناعي، والاهتمام بالبحث عن البترول وانشاء معامل لتكرير البترول. اما عن الانجازات في مجال التجاره، قامت ثوره يوليو 52 بفتح اسواق خارجيه وتمصير البنوك وشركات التامين وشركات الاستيراد والتصدير. في المجال الاجتماعي قامت ثوره يوليو بالقضاء على الاقطاع عن طريق اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول في سبتمبر 1952، وهنا لازم نفهم ان ده كان اول قانون يصدر بعد الثوره، يبقى لما يجي يسالك ايه اول انجاز لثوره يوليو 52 هتقول له القضاء على الاقطاع. تاني انجاز في المجال الاجتماعي اقامه عداله اجتماعيه، والعداله الاجتماعيه حققوها عن طريق مجانيه التعليم، حق المراه في الترشح لمجلس الأمة طبقا لدستور 1956، واشتراك العمال في مجالس الإدارات، وأن من حق العمال تحديد ساعات العمل، دي إقامة العدالة الاجتماعية. تالت حاجة الإنجازات في المجال العربي والإنجازات في المجال الدولي. في المجال العربي ثورة يوليو 52 ساعدت الشعوب العربية في التخلص من الاستعمار، زائد ان احنا هنقول ان هم طبعا ساعدوا الشعب الفلسطيني واقاموا اول وحدة عربية بين مصر وسوريا. الانجازات في المجال الدولي، صفقة الاسلحة الشرقية 1955 التي نتج عنها كسر احتكار السلاح، بمعنى ان كان في دول معينة هي بس اللي معاها السلاح في العالم، فانت كسرت هذا الاحتكار عن طريق ان انت جبت صفقة الاسلحة الشرقية 1955. واخر انجاز في المجال الدولي تشكيل حركة عدم الانحياز، وده حصل في مؤتمر بندونج في اندونيسيا، وكلمة عدم الانحياز يعني عدم الانضمام للكتلة الشرقية او الكتلة الغربية. هنتكلم بعد كده عن وعد او تصريح بلفور. طبعا تصريح بلفور اللي اصدرته بريطانيا 1917، وبلفور ده هو وزير خارجية بريطانيا. تصريح بلفور ينص على ان بريطانيا تبذل مساعيها او تبذل جهدها لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. فطبعا ولا بريطانيا تمتلك فلسطين ولا اليهود يستحقوا فلسطين، عشان كده اطلقنا على الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق. تنفيذ وعد بلفور حصل عن طريق حاجتين، السماح بهجرة اعداد كبيرة من اليهود الى فلسطين، تاني خطوة السماح لليهود بانتقال ملكية الاراضي من العرب الى اليهود.
طبعا الشعب الفلسطيني مسكتش على الموضوع دوت على تنفيذ وعد بلفور، وقام ببعض الثورات والانتفاضات، من اهمها انتفاضة 1929 وثورة 1936 بقيادة اللجنة العربية. هنتكلم بعد كده عن اهم المؤتمرات اللي موجودة عندنا في المنهج. هنبدأ بمؤتمر سان ريمو سنة 1920، وهذا المؤتمر تم في إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى، ووضعت فيه فلسطين تحت الانتداب البريطاني. بعد كده هندخل على مؤتمر باندونج في أندونيسيا، طبعا قلنا قبل كده أنه هو تشكل فيه حركة عدم الانحياز. مؤتمر كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1978، في المؤتمر ده توصل الطرفان مصر وإسرائيل على الاتفاق على معاهدة السلام. سؤال مهم جدا في الامتحان هو مؤتمر مدريد في أسبانيا 1991. مؤتمر مدريد بأسبانيا اتعمل ليقر مبدئين، أول مبدأ الأرض مقابل السلام، تاني مبدأ تنفيذ قرارات مجلس الأمن. المقارنة اللي جاية هنتكلم عن ثورة 25 يناير. أول حاجة طبعا أسباب الثورة. أسباب الثورة تدهور الأوضاع الاقتصادية، سوء الأوضاع الاجتماعية، وسوء الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، وطبعا الفساد السياسي. نتائج ثورة 25 يناير: تخلي الرئيس مبارك عن الرئاسة، تسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. عشان كده لما يجي يقول لي يعتبر يوم 11 فبراير يوما تاريخيا في تاريخ مصر، هنقول له بسبب تخلي الرئيس مبارك عن السلطة. وطبعا بعد ثورة 25 يناير تم تعديل بعض المواد في الدستور وطرحها على الشعب في الاستفتاء، ووافق الشعب على هذا الاستفتاء. أهم المعاهدات والاتفاقيات: اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو ولاد تأسست أو كانت موجودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. طبعا نصوص اتفاقية أوسلو ملغية في المنهج، بس يهمني هنا أقول حاجة مهمة جدا، وهي أن اتفاقية أوسلو من نتائج مؤتمر مدريد. يعني لما يجي يسألك ما النتائج المترتبة على مؤتمر مدريد للسلام، هتقول له أدى إلى حدوث اتفاقية أوسلو. بعد كده هندخل على الجزء الثاني، باقي المقارنات. في مقارنة مهمة جدا لازم تلاقي منها سؤال في الامتحان، وهي مقارنة بين أهم الحروب اللي حصلت بين العرب وإسرائيل. هنبدأ مع بعض طبعا بحرب فلسطين سنة 1948. لما يقول لي بما تفسر حدوث حرب فلسطين، هقول له الأسباب. العرب قاموا بحرب فلسطين لإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، وطبعا مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. نتائج الحرب هزيمة العرب واستيلاء اليهود على فلسطين كلها ما عدا قطاع غزة، لأن قطاع غزة تحت إدارة مصرية، والضفة الغربية لأن بها القوات الأردنية، وطبعا القدس لأنها قسمت بين العرب واليهود. الحرب الثانية عندنا هي العدوان الثلاثي التي قامت به إسرائيل وفرنسا وإنجلترا على مصر. العدوان اسمه العدوان الثلاثي، يبقى اللي قام به ثلاث دول. والغريب ان احنا هنلاقي ان اسباب العدوان ثلاث اسباب. اذا استنتج من ده ان كل دولة في الثلاث دول ليها سبب، عشان كده الاسباب اصبحوا ثلاثة. اول سبب زي ما احنا شايفين كده ان مصر عملت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالاسلحة لمواجهة اسرائيل، وطبعا لازم نفهم ان السبب ده هو اللي خلى اسرائيل تشترك في العدوان. السبب الثاني مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، والسبب ده هو اللي خلى فرنسا تشترك في العدوان. وممكن هنا يقول لي ما العلاقة بين حركات التحرر الوطني في الجزائر والعدوان الثلاثي على مصر؟ ساعتها هقول له أن مصر ساندت حركات التحرر في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، مما أدى إلى اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي. السبب الثالث للعدوان الثلاثي أن مصر قامت بتأميم قناة السويس، وده طبعا ضر مصالح إنجلترا اللي كانت عايزة تستفيد من قناة السويس. نتائج العدوان زي ما احنا شايفين كده، فشل العدوان الثلاثي. العدوان لما فشل انسحبت انجلترا وفرنسا من بورسعيد يوم 23 ديسمبر 56، وده يسمى عيد النصر او العيد السنوي لمحافظة بورسعيد.
النتيجة الثانية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وسيناء في أوائل 57، وطبعا الدول العربية أدركت خطورة إسرائيل فتوحدت وقامت الوحدة بين مصر وسوريا. الحرب الثالثة عندنا هي العدوان الإسرائيلي على مصر أو عدوان 5 يونيو 1967، ومن أسباب الحرب رغبة إسرائيل في القضاء على قوة مصر بعد فشل العدوان الثلاثي. يبقى نقدر نقول إن إسرائيل عايزة تعوض فشلها في العدوان الثلاثي إنها تقضي على قوة مصر في عدوان 5 يونيو 1967، وهنا إسرائيل بدأت تهدد سوريا بوقوف قواتها على الحدود المشتركة بين إسرائيل وسوريا. وهنا مصر أعلنت وقوفها بجانب سوريا، ولما يقول لك ليه مصر وقفت مع سوريا هقوله تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك. فمصر قامت بخطوتين مهمين جدا، طلبت قوات الطوارئ الموجودة بين مصر وإسرائيل بالانسحاب، لأن أنا كده بهدد إسرائيل فبقول لقوات الطوارئ انسحبي عشان إحنا هنقوم بضرب إسرائيل. وطبعا أغلقنا خليج العقبة، وهنا لما يقول لي بما تفسر إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية أقول له إحكاما للحصار الاقتصادي الذي فرضته العرب على إسرائيل. نتائج عدوان 67 طبعا هزيمة الدول العربية، واستطاعت إسرائيل احتلال شبه جزيرة سيناء اللي هي الضفة الشرقية لقناة السويس وهضبة الجولان وقطاع غزة ومدينة القدس والضفة الغربية لنهر الأردن. فعشان لا ألخصها دلوقتي هقول إيه، الثلاث مناطق اللي معرفتش تحتلهم إسرائيل في حرب فلسطين احتلتهم في عدوان 5 يونيو 1967، وزود عليهم الضفة الشرقية لقناة السويس وهضبة الجولان. الحرب الرابعة عندنا حرب أكتوبر بين مصر وسوريا ضد إسرائيل 1973. أسباب حرب أكتوبر أو بما تفسر حدوث حرب أكتوبر، أول سبب رفض إسرائيل نداءات السلام بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في 67، أو ممكن أقول أول سبب لحرب أكتوبر رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242. تاني سبب لحرب أكتوبر تصميم مصر وسوريا على إزالة أثار النكسة، إن إحنا اتهزمنا في 67 فعايزين نسترد الأراضي. مصر تريد استرداد شبه جزيرة سيناء وسوريا تريد استرداد هضبة الجولان. طبعا هنا احنا وقفنا على اهم نتائج الحرب وليس النتائج كلها، يعني من اهم نتائج حرب اكتوبر انهاء حالة اللا سلم واللا حرب، واظهرت حرب اكتوبر اهمية استخدام سلاح النفط العربي، ده غير طبعا تقويض اسس العقيدة القتالية للقوات الاسرائيلية وانتهاء نظرية الامن، ودي تعتبر اهم نتائج حرب اكتوبر. هندخل بعد كده على اهم اسئلة ما النتائج المترتبة على. اول سؤال، ما نتائج توقيع مصر لمعاهدة 36 وبين قوسين اقتصادية، لان معاهدة 36 لها نتائج سياسية ولها نتائج اقتصادية. النتائج السياسية قلناها قبل كده انها لم تحقق الاستقلال الحقيقي لمصر، والدبابات البريطانية حصرت قصر عابدين، لكن احنا دلوقتي هنتكلم عن النتائج الاقتصادية لمعاهدة 36، انها جعلت مصر ميدان للحرب العالمية الثانية واستنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وإرهاق الاقتصاد المصري ومعاناة أفراد الشعب. ما النتائج المترتبة على معركة رأس العش؟ معركة رأس العش هي أول معركة حصلت بين مصر وإسرائيل بعد هزيمة 67، وفي هذه المعركة استطاعت القوات المصرية إجبار إسرائيل على الانسحاب من مدينة بور فؤاد. طبعا رقم 3 نتائج معاهدة السلام، هنقول انسحاب إسرائيل من سيناء يوم 25 إبريل 1982 ما عدا طابة. وطبعا ما نتائج قرار التحكيم الدولي؟ قرار التحكيم الدولي أصدرت محكمة العدل الدولية قرار بأحقية مصر في طابة وعادت مصر إلى طابة. 5 نتائج مؤتمر مدريد أدى إلى حدوث اتفاقية أوسلو. رقم 6 نتائج تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر دون ضوابط علمية. لما طبقنا في مصر سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية أدى إلى تدهور الاقتصاد المصري، وبالتالي ظهرت طبقة حققت ثروات كبيرة، وده طبعا أدى إلى ثورة 25 يناير. 7 ما نتائج التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة؟ أدى إلى ارتفاع الأسعار وخروج العمال بنظام التقاعد المبكر، ولازم برضو نكتب في النهاية أدى إلى قيام ثورة 25 يناير. 8 ما النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو 2013؟ طبعا لازم نبدأ بعزل محمد مرسي وتسليم السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبعد ذلك صدر دستور جديد في 2014 وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.
هنيجي بعد كده نقول طبعا ما النتائج المترتبة أو بما تفسر قيام تنظيم الضباط الأحرار. تنظيم الضباط الأحرار أسسه جمال عبد الناصر بهدف القيام بثورة للقضاء على الفساد وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني. ما نتائج هزيمة الجيوش العربية والجيش المصري في حرب فلسطين 48 أدى إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قامت بدعم إسرائيل أو أسباب هزيمة الجيش المصري أسباب هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل وعدم استعداد مصر والعرب. بما تفسر عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل ثورة 52 لأن مصر طبعا كانت خاضعة للاحتلال البريطاني وفساد النظام الملكي وفساد الأحزاب السياسية، فنظام فاسد وأحزاب فاسدة واحتلال يؤدي إلى عدم وجود حياة ديمقراطية. بما تفسر سوء الأحوال الاجتماعية لمصر قبل ثورة يوليو 52 لعدم وجود سياسة واضحة للإصلاح الاجتماعي وانتشار ظاهرة الإقطاع. سؤال رقم 4 وسؤال رقم 5 بما تفسر موافقة الملك فاروق على مطالب ثورة 23 يوليو 52؟ طبعا الراجل غادر البلاد قبل الموعد المحدد له لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه بالإضافة إلى تخلي إنجلترا عنه. بما تفسر بناء السد العالي؟ السد العالي بني لحماية مصر من الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. بما تفسر إصدار قانون الإصلاح الزراعي بهدف تحديد الملكية والقضاء على الإقطاع، وده طبعا يؤدي في النهاية لتحقيق العدالة الاجتماعية. بما تفسر أهمية فلسطين في قلوب العرب؟ أولا فلسطين ولد بها السيد المسيح عليه السلام، ذهب إليها الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، وطبعا يوجد بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. هنا بما تفسر فشل العدوان الثلاثي؟ تمام، لما نيجي ناخد اول حرف، هم خمس اسباب، لما نيجي ناخد اول حرف من كل سبب هيدينا كلمة غريبة شوية، شمطرر. يعني ايه شمطرر؟ الشين شدة المقاومة، الميم مساعدة العرب لمصر، الت تهديد الاتحاد السوفيتي للعدوان، الر رفض الولايات المتحدة للعدوان، والر الاخيرة رفض الامم المتحدة او ممكن نقول تنديد الامم المتحدة بالعدوان. طبعا ده قلناه، اغلاق مصر الخليج العقبة، احكام الحصار الاقتصادي. هنا بيقول لي بما تفسر هزيمة الدول العربية في عدوان 5 يونيو 67؟ تفوق اسرائيل طبعا خاصة السلاح الجوي، استخدامهم لعنصر المفاجأة، وطبعا مساندة الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية لاسرائيل، ونضيف على ده عدم استعداد العرب للحرب. بما تفسر تقديم الولايات المتحدة لمبادرة روجرز؟ هنقول له لوقف إطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا. تمكنت إسرائيل من إحداث ثغرة في منطقة الضفر السوار، لأن اللي قدم لها المعلومات العسكرية هي الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود ثغرة الضفر السوار. بما تفسر تدهور الأحوال الاقتصادية في مصر قبل ثورة يناير؟ هنلخص الإجابة وهنقول بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية والتطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة. طبعا بما تفسر سوء الأحوال الاجتماعية قبل ثورة يناير؟ لزيادة الفوارق الاجتماعية وعدم وجود العدالة الاجتماعية. بما تفسر فساد الحياة السياسية؟ للاستمرار العمل بقانون الطوارئ، وطبعا هنزود تزوير انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشعب سنة 2011 بحصول الحزب الوطني على 97%. ده سؤال مهم جدا طبعا. بما تفسر الاستعانة بالقوات المسلحة خلال ثورة يناير؟ هنقول لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على المواطنين، لذلك كانت القوات المسلحة حامية للثورة، حامية للمواطنين، ولم تكن أداة لقمع المتظاهرين. بما تفسر تشكيل الشعب المصري للجان الشعبية؟ طبعا لحدوث اضطراب أمني في الشارع المصري وحماية المنشآت ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع. أهمية يوم 11 فبراير 2011 ده طبعا قلناه، اليوم اللي تخلى فيه الرئيس مبارك عن السلطة وسلم البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. كان الجيش المصري هو الضامن لثورة يناير لأنه كان قوة مساندة للشعب وليس أداة لقمع المتظاهرين. بما تفسر قيام ثورة 30 يونيو 2013؟ عشان تريح نفسك، أسباب ثورة 25 يناير خدها وحطها في أسباب ثورة 30 يونيو، اللي هي تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية. بعد كده طبعا هندخل على سؤال ومن أهم الأسئلة طبعا اللي بتيجي في الامتحان، دلل على صحة العبارة. السؤال ده بيجي بصيغ معينة، يا إما يقول لي دلل أو يقول لي برهن أو يقول أيد بالأدلة على صحة العبارة أو اثبت بالأدلة التاريخية صحة العبارة. وهنا السؤال رقم واحد احنا جايبينه بطريقتين. أول طريقة ممكن يقول لي دلل سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادث 4 فبراير 1942. يعني بالبلدي اللي يقول لك ان مصر اصبحت مستقلة بعد حادث 4 فبراير 42 فهذه كذبة او ادعاءات مزيفة. الطريقة الثانية ممكن يقول لي دلل معاهدة 36 لم تؤدي الى الاستقلال الحقيقي، وفي الطريقتين هجاوب بايه؟ باجابة واحدة، هقول له حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني فبراير 42 بمحاصرة قصر عابدين لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. عايزين دليل على فساد النظام الملكي قبل ثورة يوليو 52، هنقول له طبعا استبداد الملك، انتشار الرشاوي، وحاشية الملك طبعا استغلوا نفوذهم لتحقيق الثراء، والدليل على كده ان هم اللي جابوا صفقة الأسلحة الفاسدة. دلل ان ثورة يوليو قادت على نظام الإقطاع، طبعا هنشرح قانون الإصلاح الزراعي. حققت ثورة يوليو العدالة الاجتماعية، هنقول له حيث جعلوا التعليم بالمجان وأقاموا الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، تحديد ساعات العمل وأن العمال يشتركوا في مجالس إدارات الشركات والمصانع وليهم نسبة من الأرباح، وإصدار قوانين التأمينات الاجتماعية، ومنح المرأة سنة 56 حق الترشح لمجلس الأمة. هنا في سؤال جميل جدا بيقول لي دلل على أن الدفاعات الإسرائيلية في مصر وسوريا كانت متشابهة. هقول له ان هم قامت اسرائيل في سوريا بانشاء خط الون، وقامت في مصر بانشاء خط بارليف وهو مشابه لخط الون. عايزين نثبت ان الولايات المتحده الامريكيه قامت بمساعده اسرائيل، هنقول له طبعا قدمت مساعدات عسكريه وماليه. هنقول قدمت، قولها معايا كده تاني، اقامت جسرا جويا، قدمت معلومات عن ثغره الدفرسوار، وقدمت مساعدات مالية، ثم تدخلت الولايات المتحدة مع دول مجلس الأمن بإصدار قرار مجلس الأمن 338 أو 338 الذي ينص على وقف العمليات الحربية ابتداء من يوم 22 أكتوبر. بعد كده رقم 8 بيقول لي دلل أو اثبت أن لتحقيق السلام وحل الصراع العربي الإسرائيلي مزايا عديدة. السؤال ده بيجي بكذا طريقة، ممكن يجي دلل زي ما هو جايبه كده، ممكن يقول لي ما النتائج المترتبة على تحقيق السلام وحل الصراع العربي الإسرائيلي، ممكن يقول بما تفسر أهمية تحقيق السلام، ساعتها هنغنيها، هنقول له أدى إلى تحقيق الاستقرار، تشجيع الاستثمار، دفع عجلة التنمية. تحقيق الاستقرار، تشجيع الاستثمار، دفع عجلة التنمية. عايزين نثبت دور التكنولوجيا المتطورة في ثورة 25 يناير، هنقول طبعا ان ثورة 25 يناير كانت من الثورات الفريدة التي قامت عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. هنا طبعا دلل الانتخابات البرلمانية في 2010 جاءت مخالفة لإرادة الشعب، هنقوله لأن الحزب الوطني حصل على نسبة 97% في انتخابات مجلس الشعب، وده يعتبر تزوير لإرادة الشعب المصري. هندخل بعد كده على البوستر الثاني عندنا، بيتكلم عن الوحدة الأخيرة في التاريخ، هنقف على أهم النقاط فيها طبعا. الوحدة الأخيرة في التاريخ عندي فيها درسين، درس الحياة النيابية ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدني، ده درس وقمنا بشرحه هنا في قناة الوفد، والدرس الثاني هو المنظمات الإقليمية والدولية. طبعا احنا لما بنتناول في المراجعة بنتناول مش شرح دروس ولكن بنتناول شرح أسئلة. أول جزئية عندي هي أهم المصطلحات والمفاهيم. الحياة النيابية قلناها قبل كده لو نفتكر مع بعض، هي أن يقوم الشعب بانتخاب ممثلين لإدارة شؤون البلاد وسن القوانين ومراقبة الحكومة. الدستور هو الوثيقة الرسمية التي تحدد نظام الحكم وشكل المؤسسات. البرلمان هو لفظ يطلق على
المجالس النيابية التي تتولى السلطة التشريعية. تمام؟ منظمات المجتمع المدني هي منظمات تضم جمعيات المجتمع المحلي ومنظمات غير حكومية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية. طيب هندخل على أهم المجالس النيابية في مصر، وعايزين تركز معايا شوية كده، لأن احنا هنلخص المجالس النيابية في أغنية كده صغيرة هنقولها ازاي. محمد علي مشورة وعلي واسماعيل شورى النواب، يعني محمد علي باشا عمل مجلس المشورة والمجلس العالي، خديوي اسماعيل عمل مجلس شورى النواب. بعد كده الاحتلال البريطاني في الفترة الأولى من 1882 ل 1914 عمل مجالس سورية، وهي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ثم الجمعية التشريعية. وفي الفترة الثانية من الاحتلال من 1923 ل 1952 تم إصدار دستور 23 الذي أعطى حرية في تكوين الأحزاب، وقال أن الحياة الحزبية أو الحياة النيابية تقوم بمجلسين، هي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بعد كده ندخل على فترة ثورة يوليو 52، حل الأحزاب السياسية وإلغاء دستور 23، ثم دستور 56 الذي أعطى للمرأة حق الترشح لمجلس الأمة. يبقى دستور 56 قال أن الحياة النيابية هي في مجلس واحد وهي مجلس الأمة. وفي الأخير أن السادات أصدر دستور 71 للتأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء وتعدد الأحزاب. طيب تعالوا بقى نطبق اللي احنا قلناه ده على شكل أغنية بسيطة كده، هنقولها ازاي. محمد علي مشورة وعلي واسماعيل شورى النواب، أما في فترة الاحتلال عملوا مجالس سورية، مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية. دستور 23 جعل الحياة النيابية في مجلس واحد وهو مجلس النواب. دستور 23 جعل الحياة النيابية في مجلس واحد أو مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بعد ذلك فترة ثورة يوليو 52 اللي جعلوا فيها طبعا حل الأحزاب السياسية وإلغاء دستور 23، بعد كده إصدار دستور 56 الذي جعل الحياة النيابية مجلس واحد وهو مجلس الأمة. وفي النهاية سؤال مهم جدا اللي هو رئيس السادات أصدر الدستور الدائم سنة 71 ليه؟ السبب هنقول للتأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء وتعدد الأحزاب. لما نيجي نبص مع بعض هنا في البوستر هنلاقي طبعا جزء مهم جدا وهو سلطات الحكم في مصر. سلطات الحكم في مصر هم ثلاث سلطات، أول سلطة السلطة التنفيذية، تاني سلطة السلطة التشريعية، تالت سلطة السلطة القضائية. طب أمال إيه سلطة رئيس الدولة اللي احنا كبينها دي؟ لأن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية في مصر، فالثلاث سلطات تنفيذية تشريعية قضائية، ورئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية هي مجلس النواب مدته 5 سنوات ومقره القاهرة. السلطة التنفيذية تتكون من حاجتين، أول حاجة الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزرائه. تاني حاجة الإدارة المحلية ويرأسها طبعا المحافظ، ولما يحب هنا يجيب سؤال يغلطك فيه يقولك من هو رئيس السلطة التنفيذية داخل المحافظة، ساعتها تقول له المحافظ. طب لو قالك رئيس السلطة التنفيذية في مصر وسكت تقول له رئيس الدولة. وآخر حاجة طبعا السلطة القضائية وهي المحاكم على اختلاف أنواعها. هنيجي بعد كده أهم الدساتير اللي صدرت في مصر، دستور 23 الذي جعل الحياة النيابية في مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بعد كده دستور 56 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وهو أول دستور لمصر بعد ثورة 52. بعد كده الدستور الدائم سنة 1971، وكنا قلنا قبل كده أن السادات حينما أراد دخول حرب أكتوبر قام بإعداد الجبهة الداخلية، ومن ضمن إجراءاته في إعداد الجبهة الداخلية لمصر إصدار دستور 71. الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية تتكون من مجلس الجامعة، اللجان الدائمة، والأمانة العامة. طبعا الأجزاء دي هتيجي كمان شوية مشروحة بالتفصيل. الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الأمانة العامة، مجلس الأمن، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية وقلناها من شوية اللي حكمت لصالح مصر في قضية طابة، وطبعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مقارنة من أهم المقارنات في الوحدة الأخيرة،
مقارنة بين المنظمة الإقليمية والمنظمة الدولية من حيث التعريف وبعض الأمثلة. المنظمة الإقليمية هي منظمة تجمع عدد من الدول المستقلة التي ترتبط ببعضها بروابط معينة. يعني لازم يتوفر في المنظمة الإقليمية شرطين، ان هي تكون دول مستقلة، تاني حاجة الدول دي ليها روابط تربطها ببعضها، زي مثلا جامعة الدول العربية لازم يكون الدول اللي جواها دول مستقلة وبيربطها رابطة العروبة ان هم كلهم عرب. تاني حاجة الاتحاد الافريقي لازم الدول اللي جواها تكون مستقلة وبيربطها رابطة ان هم كلهم من قارة افريقيا. تالت منظمة منظمة المؤتمر الاسلامي، وطبعا لازم تكون دول مستقلة وبيربطها رابطة الاسلام ان هي تكون كلها دول اسلامية. اما عن المنظمة الدولية هي ايضا منظمة تضم في عضويتها جميع الدول العالم المستقلة وان لم ترتبط ببعضها بروابط. يعني شرط المنظمة الدولية ان هي تكون الدولة اللي جواها دولة مستقلة، ولكن مش شرط ان يكون في بينهم ايه، يكون في بينهم روابط، مثل منظمة الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز. طيب بعد كده ندخل على مقارنة تانية، مقارنة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. نوع المنظمة، جامعة الدول العربية منظمة إقليمية، أما الأمم المتحدة منظمة دولية. أهدافها، جامعة الدول العربية في أهدافها 2 تنسيق و1 تعزيز. 2 تنسيق و1 تعزيز، يعني ممكن نربط في جامعة الدول العربية نربطها بحرف الت، تنسيق تنسيق تعزيز. تنسيق العلاقات بين الدول الأعضاء، تنسيق الخطط وحماية الأمن القومي العربي، تعزيز العمل العربي المشترك. أما الأمم المتحدة أهم أهدافها أو أسباب إنشائها المحافظة على السلام والأمن الدولي، تنمية العلاقات الودية بين الدول، واحترام حقوق الإنسان. هندخل بعد كده على المنظمات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وطبعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي نفسه تابع للأمم المتحدة. نبدأ بمنظمة اليونسكو، تأسست سنة 45، تخصصت في التربية والعلوم والثقافة، مقرها باريس، أهدافها رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجال التربية والثقافة. منظمة الصحة العالمية تخصصها مجال الصحة، مقرها جنيف في سويسرا أو سويسرا، أهدافها توفير رعاية صحية للشعوب، يعني هي من اسمها توفير رعاية صحية ومنع مياه الشرب من التلوث. منظمة الأغذية والزراعة وهي منظمة الفاو، تخصصها الزراعة، مقرها روما في إيطاليا، وأهدافها طبعا القضاء على الجوع وتحسين الإنتاج الزراعي. منظمة اليونيسيف تخصصت في مجال الطفولة ومقرها نيويورك، وأهم أهدافها حماية حقوق الأطفال، وأعلنوا طبعا حقوق الطفل سنة 1959. أهم الشخصيات في الوحدة الأخيرة محمد علي طبعا الذي أنشأ مجالس استشارية وصورية ليس لها سلطة لكي ينفرد هو بالحكم، والمجالس هي مجلس المشورة والمجلس العالي. الخديوي إسماعيل أسس مجلس شورى النواب، واستجاب الخديوي إسماعيل لدعوة رفاعة الطهطاوي بإنشاء أول مدرسة لتعليم البنات وهي المدرسة الثانية في السيدة زينب، وده كان دور المرأة قبل ثورة 19. الرئيس السادات طبعا قلنا أنه هو أصدر الدستور الدائم. جميلة حافظ، من ضمن دور المرأة قبل ثورة 19 أن السيدة جميلة حافظ أصدرت أول مجلة نسائية وهي مجلة الريحانة. بعد ثورة 19 أصبحت هدى شعراوي رئيس للجنة الوفد المركزية للسيدات. أما عن حكمة أبو زيد هي أول وزيرة للشؤون الاجتماعية، تم تعيينها سنة 1962 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. عائشة راتب عينت أيضا في نفس المنصب ولكن سنة 1971 في عهد الرئيس السادات. أما عن السيدة أمال عثمان هي رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب في فترة الرئيس محمد أنور السادات. هندخل بعد كده على أهم أسئلة بما تفسر في الوحدة الأخيرة. بما تفسر كانت المجالس النيابية في عهد محمد علي مجالس صورية؟ هنقول طبعا لأن محمد علي هو اللي كان بيختارهم بنفسه، مجلس المشورة والمجلس العالي، وطبعا كانت مجالس ليس لها سلطة. سؤال رقم 3، بما تفسر أهمية إصدار الدستور الدائم؟ قلنا للتأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء وإقرار مبادئ التعددية الحزبية، أو ممكن نقول تعدد الأحزاب على طول. سؤال رقم 6،
بما تفسر مجلس الأمن هو أهم أجهزة الأمم المتحدة، هنقول لأنه مسؤول عن حفظ السلام والأمن الدولي، وطبعا مجلس الأمن له سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء. بما تفسر إنشاء مجلس الوصاية لرعاية مصالح البلاد التي كانت مستعمرة وطبعا تخلصت من الاحتلال، فمجلس الوصاية دوره أنه هو يأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال. هنا طبعا دلل على صحة العبارة، سؤال رقم 3 مهم جدا، لمنظمات المجتمع المدني دور مكمل للعمل الحكومي، أو ممكن السؤال يقول لي دلل تتعدد أنشطة منظمات المجتمع المدني، إيه الدور اللي بتعمله منظمات المجتمع المدني في الدولة؟ واحد، تثقيف المواطنين، يعني بيعرف المواطنين حقوقه في الانتخابات والاستفتاء. توضيح علاقة المواطن بالدولة، يعرفوا حقوقه وواجباته. توفير مناخ الوحدة الوطنية، وطبعا تدعيم السياسة العامة للدولة في مثلا حظر استخدام الألغام، محاربة الإرهاب، وحماية البيئة من التلوث. دلل على صحة العبارة، كان لمصر دورا بارزا في منظمة الاتحاد الافريقي. هنقول طبعا ان مصر من اهم الدول اللي شاركت في تأسيس الاتحاد الافريقي. مصر استضافت اول قمة افريقية على ارضها سنة 1964، ومصر اصبحت رئيس الاتحاد الافريقي مرتين. دلل، ساهمت منظمة اليونسكو في العديد من المشروعات المصرية. منظمة اليونسكو هي التي انقذت معابد ابو سمبل، وهي التي قامت باحياء مكتبة الاسكندرية. واخر حاجة بيقول لي ما العلاقة بين مصر ومحكمة العدل الدولية؟ هنقول ان محكمة العدل الدولية اصدرت قرار باحقية مصر في طابة سنة 1988. حبايبي، احنا كده بنراجع اهم الاجزاء اللي في المنهج التي متوقع ان هي ان شاء الله تكون موجودة في الامتحان. اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، باذن الله تشرفوا نفسكم وتشرفونا وتحوزوا على اعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.